قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب جامع سبحة الضحى. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. من طول ما لبس، كيف يلبس الحصير؟ حصير يلبس، يعني لباسه افتراشه، لا يتصور أن يلبس على غير الافتراش. فهذا يبين لكم أن الافتراش يطلق عليه أنه لبس. وفي هذا دليل على تحريم افتراش الحرير. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبسه وافتراشه من لبسه، فدل على تحريم افتراشه. هذا إذا أخذ التحريم من هذا الدليل فقط، وإلا فقد نصا على تحريم افتراش الحرير، وهو ما رواه البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. هذا صريح في التحريم. نعم.